فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: انتشر عند بعض النساء رسالة في الجوال، وهي أن من كانت حاملا فإنها تشغل المسجل على القرآن لكي يسمعه الجنين، فإذا ظهر فإنه يكون سريع الحفظ للقرآن. وش الدليل على هذا؟ هذا قول لا دليل عليه، والجنين ما يسمع ولا يدري. نعم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نعم.